السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. ألف مليون بليون تريليون مبروك، ألف بليون مليون بليون تريليون مبروك، ألف مليون بليون تريليون مليون، راحت الهضرة. مبروك للمنتخب الوطني الجزائري، مبروك وألف مبروك للمحاربين المنتخب الوطني، مبروك لجمال بالماضي المدرب الجزائري، الكفاءة الجزائرية، الروح الوطنية اللي عند هذا المدرب، التكتيك العالي اللي عند هذا المدرب. الفرق باش تعرفوا كيعود عندك مدرب قاري وفرق اللي عندك مدرب تاع بلاطوات. إذن مليون مبروك للناخب الوطني جمال بالماضي ولكتيبة الناخب الوطني جمال بالماضي. إذن الحمد لله، الحمد لله فتنا غينيا اللي كانت بالنسبة لي أنا، لا بعض اللي كان يخالفني يقول لي يا ولدي غينيا كبرتها، حقيقة كنت خايف لعدة أمور من ظروف المحيطة بالمنتخب الوطني والدخلاء والغرباء والمهرجين اللي جابهم زادشي داخل معسكر المنتخب الوطني. أيضا غينيا التاريخ وإحصاء غينيا الشباح الأسود المنتخب الوطني، لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله أتهنينا من عقبة كبيرة. الآن الطريق إلى الكوب دافريك، أنا في الطريق إلى الكوب دافريك، ولا عزاء للحاقدين اللي قالوا علينا باللي ما عدناش طريقة لعب، قالوا باللي ما عدناش طريقة لعب. نعم إيه، إحنا أنا جوسكا بريزو أنا بكل صراحة حنايا فهمني كيفاش رانا نلعبوا برك. أنا هذا ما كان، أنا كان اللي يقنعوني كيفاش رانا نلعب أنا نلعبوا، بصح أنا جوسكا بريزو بكل صراحة مانيش مقنع، ما شفتش طريقة لعب كيما سمعت. هذا من الناس الله يهديهم على كل حال، حنا مانا في حالة فرحة ماناش باش نبقاو نرجعوا لهم. حنا وشي نفكروهم باللي احنا المنتخب الوحيد الافريقي بدون خساره، احنا المنتخب الافريقي الوحيد ولا هدف دخل في شباك المنتخب الوطني، احنا المنتخب الوطني كامل انتصارات، احنا المنتخب الوطني لاحسن هجوم واحسن دفاع. الحمد لله ربي يبقى علينا ستر وربي يبعد علينا العين، ربي يبعد علينا العين، هذا واش نقولوا ليهم. اهضروا فينا كيما تحبوا، انا نتمنى كل الناس يهاجمونا، انا نتمنى هذا نتاع الجيل الكاترفا مع احترامي للبعض وتاع البلاطوهات والمقاهي ابقوا منشروا وهاجموا ليكيب ناسيونال، خلينا نفوتوا كوب دافريك برك ومن بعدها امدحونا معليش، ليسونسيال ابقوا هاجمونا وقولوا باللي ما عندناش ايكيب وقولوا باللي منتخب ضعيف. انا هك باش تبعدوا علينا على الاقل العين، ما تدوروش وتقلبوا الفيسا برك، حنا رانا منتخب ضعيف بالماضي، مدرب كيما صاحبكم نتاع البلاطوهات اسيدي معليش، ولاعبين ضعاف، خلونا كيما هكا رانا بيان الحمد لله رانا بيان، نبقاو كيما هكا، حنا ضعاف ومنتخب ضعيف وما عندناش هجوم، ما عندناش وسط ميدان وما عندناش دفاع، ما عندنا والو، حنا حومه، بعدوا علينا برك واخطونا من العين نتاعكم. هذا ما كان. اذا خوتي مقابله صراحة خاصة 10 دقائق الأولى ربع ساعة الأولى ما دخلناش مليح، من بعد 10 دقائق ربع ساعة الأولى بدأ المنتخب يبان وبدأت الروح ترجع للمنتخب وبدأت ثقة اللي كانت شوية غايبة 10 دقائق الأولى، ممكن الخوف ممكن يعني باينة مضطربين يعني اللاعبين وكذا، بعد 10 دقائق 15 دقيقة المنتخب سار في الطريق، المنتخب حكم بزمام المباراة ودرنا عديد من الفرص بنجاح لحد الساعة. أنا بالنسبة لي يعني يدير في الدور نتاعه الحقيقة، بصح ماهوش بنجاح القناص اللي نعرفه، ماهوش بنجاح القناص هذه حقيقة الله غالب، أنا بنجاح من ناحية العمل اللي يدير فيه عمل جبار، يقلق في المدافعين خاصة الهدف اللي جا منه، الهدف اللي جا منه تاع بليلي، الكرة اللي عطاها البليلي يعني تاع واحد عنده في الراس، لكن بقى غير الأهداف، هذا وش يخص بنجاح. إن شاء الله بعمل جمال بالماضي، المقابلة الجاية إذا إن شاء الله نفوزوا ونكونوا مريحين يعاود يدخل السيماني يكسبوا الثقة، ومنطون بنجاح لما يقيس الكرسي الاحتياط يزيد يتشجع ويزيد يمد أكثر وأكثر
وهذا كل في صالح المنتخب الوطني. اي لاعب يلعب ولا احتياط يرى في صالح المنتخب الوطني، اللي كان يلعب اساسي وريح في الاحتياط يتشجع ويزيد يخدم اكثر، ترجع الفائده للمنتخب الوطني. هدف محرز، هدف قبل ما هدف محرز، هدف بليلي ما عندي ما نقول فيه، هدف يدرس، هدف محرز ما عندي ما نقول فيه، هدف محرز كونترول دبال قيمة كارير تاع جوار في عارفين رواحهم، قيمة كارير جوار نتاعهم تاع البلاطوات، كارير جوار كامل دروس. هدف فال ثاني خدمة بدات من محرز عطال عطال، والناس هجمة منظمة، كونتر اتاك، كونتر اتاك هجمة مرتدة منظمة، كونتر اتاك مخدومة بالماء بال كيف نقول لكم بالستيلو والقلم بالمسطرة بالقلم والمسطرة، مخدومة على لي نور. هذا اللي يقول ما عندناش منتخب وما نلعبوش كرة القدم، هم عارفين تاع الباطوهات، نقول لهم باللي شوفوا الهدف الثالث او درجعوا انتم خدمتكم كونسلتون ومحللين، انا مانيش محلل، انا كي شفت الهدف الثالث اقتنعت باللي عندنا منتخب يبشر بالخير ونقدروا نديروا حاجه في كوب دافريك لو يحالفنا الحظ نوعا ما، بربي شاء الله كوب دافريك لينا. اذا اللي يشوف الهدف الثالث تاع والناس يعرف باللي الجزائر تلعب كرة قدم، اللي يحقد على المنتخب الوطني ويكره البيناسيونو هذيك حاجة أخرى، رغم أنه عطار ماهوش بيناسيونو، لعبة منظمة محرز عطار عطار والناس هدف عطار عفوا بدأت من عطار عطار محرز محرز عطار عطار والناس هدف. هذه ما فيهاش لعب زهر ولا كوفر ولا كورنال ولا لا ركنية لا مخالفة، الكرة ثابتة، هدف يدرس، هدف يدرس. إذا ما جوش يا بلاطوهات وجماعة البلاطوهات تقولوا لنا تعطونا دروس باللي حد الساعة ما زلنا ما نلعبوش كرة في الأرض وما زلنا ما ندوروش بالو. حد الساعة المنتخب الوحيد اللي في قارة إفريقيا في كأس إفريقيا اللي قنع أداء ونتيجة هو المنتخب الجزائري، وربي كما نقول ونعاود ربي بعد علينا العين، ربي بعد علينا العين. الحمد لله غينيا اللي بالنسبة لي أنا مقابلة صعيبة وصعيبة فتناها بسلامات، فتناها بسلامات. قديورا غرون شابو ليه، وهذا قديورا اللي كانوا يقولوا موش جوار وما كان والو، بين لهم باللي فريمون سنتينال حقيقي. بالنظر احسن لاعب بالنسبه لي في الدوره في كاس افريقيا بالنصر، مع احترامي كل لاعبين. اذا خوتي باش نتفاهموا، المنتخب الوطني دار مقابله كبيره مع غينيا بنتيجه والاداء والروح الجماعيه واللعب الجماعي والخطه المنظمه والتكتيك العالي، كلش داروا المنتخب الوطني ما عدا العشر دقائق الاولى برك ما دخلناش في المقابله، من بعدها خلى المنتخب الوطني ورانا وجهه الحقيقي. المقابلة الجاية مقابلة كوت ديفوار، أنا الحمد لله كنت متمني كوت ديفوار، مالي كنت شوية خايف منها. كوت ديفوار ما تخلعكمش كاسم، كوت ديفوار راح يايا توري، راح دروبا، راح كولو توري، هذا من الأساطير تاع كوت ديفوار، هذوما راحوا خرجوا. كوت ديفوار عندها لاعب فقط ووحيد هو اللي خلق شوية، هو زها ولفريد بوني هبط المستوى تاع ما عداش يعني كورني تاع ليون ماش حاجه، الوحيد اللي شويه يقلق هو زها، وهذا كي نقول زها يقودني الى لاعب جزائري نتمنى ان شاء الله يعطينا المستوى الحقيقي تاعو، يبين لنا في كاس افريقيا المستوى الحقيقي تاعو، لان هذا اللاعب حد الساعه انا رايي الشخصي يعني رايي الشخصي يبقى مجرد رايي شخصي ما قنعنيش في كاس افريقيا، هو لاعب يوسف عطال. كينيا نقولوا ملعب منتخب متوسط ولا كذا، دار لقطة جاب بيرونتي من بعدها مازال شفنا عطال البارح، يعني صراحة الدفاع ما دافع، اللقطة الوحيدة اللي حسنة الوحيدة اللي نذكرها للعطال هو اللي طلع ومد كرة الهدف، هذه مشكور عليها، أما دفاعيا ما قنعنيش الخوف، وثم الخوف من عطال من ناحية زها
زها حذاري 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 عطال، لأن العطال لحد الساعة دفاعيا راهو أوت. بن سبعيني اللي كنت ننتقد فيه البارح دار مقابلة كبيرة حقيقة، نقولوا الحقيقة، نقولوا اللي دار مقابلة كبيرة نقولوا دار مقابلة، لاعبين كامل ما قصروش، مام حتى عطال دار المجهود اللي بصح يبقى دفاعيا علامة استفهام، نقطة اللغز عطال في الدفاع ما قنعنيش حد الساعة ما قنعنيش. بن سبعيني دار مقابلة كبيرة، ان شاء الله مع الكوت ديفوار عطال يعاود يصحح اخطاء نتاعو، وان شاء الله اللاعبين يدخلوا بعزيمه وبحراره ويتفكروا 2015 كما تقسينا من طرف كوت ديفوار بنجوم تاعها. كوت ديفوار طبعا نجوم تاعها ما بقاوش، بقاو لمزاها، لازمنا ما كانش رحمه يا جمال بالماضي. كوت ديفوار تعطيها تخبطها كما نعرفوك، وان شاء الله ان شاء الله طريق الطريق الى كاس افريقيا الكوب دافريك، الشعب يريد لا كوب دافريك. فالاخير ختم ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.